ورجعنا لحضراتكم تاني وعايزين نتكلم عن النوم. بس هبة الحقيقة الزهر بتحب النوم، دايما تقول لي النوم سلطان، فهي عايز تتكلم. لا أكثر. انت اللي قلت النوم سلطان مش انا. طب انا بحب النوم سلطان، انا قلت قبل الفاصل بحب النوم. ايه المشكله؟ النوم سلطان، هو بيحب هو بيحب النوم. بس ساعات النوم بقى بيبقى له اسباب احنا بناخدش بالنا منها، يعني نحكم على حد ونقول ده بينام، ده طول اليوم مقضيه نوم، ده ليل ونهار ونهار وليل. يعني فكره انه ينام وقت كتير جدا، في مننا اللي بينام هروب عشان عنده اكتئاب، في اللي ممكن عنده مشكله صحيه بس هو مش واخد باله او ما يعرفش ان دي مشكله. يعني في اسباب كتير قوي للنوم، الارهاق، التعب، الواحد لما يفضل مطبق وصاحي ايام كتير، شغل شغل شغل، بيجي وقت كده تلاقوه نام لفترات طويله. فالنوم ده علم، يعني مش فكره بس اقول احكم ازاي ده ارهاق ولا مشكله صحيه. تعالوا النهارده نشوف ازاي ممكن نميز بين نوم الارهاق او نوم الهروب والاكتئاب او لو كان مشكله صحيه. بيسعدنا وشرفنا جدا دكتور علياء عادل، استاذ الطب النفسي كليه الطب جامعه القاهره واستشاري طب النوم. صباح الفل يا دكتور. صباح النور، اهلا ورانا. نورانا جدا يا دكتوره. اهلا وسهلا، زي حضرتك كيف؟ الله يخليك. أنا بستغرب جدا حتى توقيت النوم نفسه، في ناس بينام 4 ساعات ويبقى زي الفل، في ناس تنام 7-8 ساعات، وفي ناس تنام كتير جدا جدا يعني، وعلى حسب السن، في ناس الكبار السن لو يناموا 2 ساعة وينام ساعة ويقوم ساعة وحاجات كده، إيه حكاية النوم ده؟ طيب هو الاول مبدئيا احنا دايما بنحب نقول انه يعني لو احنا بنتكلم على الشخص البالغ، الشخص البالغ بيحتاج من يعني اغلب يعني نقدر نقول مثلا النسبه الاكبر من الناس بتحتاج من 6-8 ساعات من النوم يوميا. ولكن بالرغم من انه ده يعني زي ما قلنا ده اغلب الناس، الا انه النوم يعني في له استعداد وراثي احنا بنورثه من اهالينا. ده طبعا كمان بخلاف انه عدد ساعات النوم بتختلف باختلاف الفئه العمريه او باختلاف سن الايه السن. النوم في نوع من الوراثه؟ طبعا في استعداد بنورثه من اهالينا، في ناس تلاقي ان هم بيحتاجوا عدد ساعات اقل من النوم، وفي ناس بيحتاجوا عدد ساعات اكتر من النوم. فلو قلنا المتوسط من 6-8 ساعات بنلاقي ان في ناس بتحتاج 6 ساعات او اقل، وفي ناس بتحتاج اكتر من 9 ساعات. بيقوموا فايقين لو ناموا 6 ساعات، بيقوموا كانهم ناموا 9. بيقوموا فايقين لان احتياجهم بيكون اقل من غيرهم. طب الواحد يقوم متقدر بقى من النوم يعني امتى؟ لما ياخدش كفايته؟ انا مش عارف احكم ان انا ده بس ارهاق ولا انا احتياجي للنوم المفروض ان انا احافظ ان يكون اكتر من ال6 ساعات، يعني اقيسها ازاي؟ طيب اول حاجه طبعا احنا بيبقى ده بالنسبه لما بنتكلم على ان هو يعني استعداد وراثي، بنلاقي ان ده المعتاد، يعني ده طبع الانسان، بيبقى هو طبعه طول عمره بيحتاج عدد اقل من غيره علشان يشعر بان هو يعني مرتاح وان هو صاحي ريفرشد وصاحي ان هو يقدر يمارس يومه بشكل طبيعي. غير كده بقى احنا بنحكم بحاجتين، اول حاجه هي عدد ساعات النوم، دي اول حاجه. تاني حاجه بنحكم بيها اللي هي جوده النوم، لان زي ما احنا عارفين اعتقد ده الاهم. يعني الاثنين مهمين، تمام. جوده النوم يعني واحد ان انا اخد عدد ساعات معقول من النوم يتناسب مع احتياجي انا ويتناسب مع عمري، لان زي ما حضرتك قلت ان كبار السن بيحصل تغيرات فسيولوجيه بتخليهم النوم بتاعهم بيختلف عن البالغين ويختلف عن الاطفال وما الى ذلك. فالحاجه الثانيه اللي هي جوده النوم، احنا عارفين ان النوم عباره عن مراحل، وانه اهم مرحلتين فيه هي مرحله النوم العميق ونوم الاحلام، وان المفروض كل مرحله من المرحلتين دول تشكل 15 او 20% من الليله. فلو انا بنام لكن ما بدخلش كما يجب في مرحله النوم العميق ومرحله نوم الاحلام، هصحى كاني ما نمتش او كاني حاسس ان انا مش مستفيد من نومي، والاقي نفسي عندي استعداد للخمول والكسل والاجهاد اثناء النهار. وممكن كمان بتوصل في بعض الاحيان ان المريض بنلاقي ان هو يعني ممكن بينام حتى في يعني ظروف مش مناسبه. مثلا يعني هسال حضرتك بما انك طبيبه نفسيه، المكتئب ينام اكتر ولا ما ينامش؟ طيب احنا لما نتكلم عن اسباب اضطرابات النوم، دايما انا بحب ان انا احب ان انا اوجزها في 3 مجموعات. احد المجموعات هي الاسباب النفسيه.
طبعا بالقطع الأسباب النفسية لها علاقة وثيقة جدا باضطرابات النوم. فالإنسان المكتئب من ضمن أعراض مرض الاكتئاب غير ان هو بيبقى طبعا حزين وبيبقى غير مقبل على الحياه وما الى ذلك، ان من ضمن اعراض مرض الاكتئاب كمان هو اضطراب النوم، سواء بقله النوم او بزياده النوم. يعني بنشوف مرضى ما يعرفش ينام ويجي له ارق شديد جدا كعرض من اعراض الاكتئاب، وبنشوف مرضى تانيين بالعكس بيقضي عدد ساعات اكتر من المعتاد نايم. وكمان الملاحظ كمان انه مش شرط يكون نايم او مستغرق في النوم، بنلاحظ ان هو ممكن يبقى مجرد ان هو يعني هو اصلا اصحى من شويه علق على الكلمه اللي انا كنت بقولها صاحي نايم. هو الحقيقه هو مستوعب مش داخل في النوم اللي مخليه مش حاسس بحاجه، بس مكمل برضو على السرير ومغمض عينه وبيحاول يدخل نفسه بالعافيه. احنا بنشوف الاثنين، بنشوف عدد ساعات اكبر من النوم ان هو ينام عدد ساعات اكبر من المعتاد واكبر من طبيعته، اكتر من المعتاد بالنسبه له، وبنشوف ان هو يبقى صاحي ولكن مش قادر يقوم او ما عندوش الانثوزيازم ان هو يقوم عشان يمارس الانشطه الطبيعيه بتاعه اليوم، وده له طبعا بالحاله النفسيه. طب الغده الدرقيه، وهي متهم كبير جدا في موضوع النوم، ان اللي عندهم مشاكل في الغده الدرقيه ما بيستمتعوش خالص بالنوم. طيب الغده الدرقيه، اولا هرمون الغده الدرقيه من اهم الهرمونات الموجوده في الجسم، لانه له يعني اهميه بالغه، له علاقه بالتمثيل الغذائي، له علاقه بالصحه العامه، له علاقه بالنشاط اثناء اليوم، وطبعا له علاقه بالنوم. فاضطراب هرمون الغده الدرقيه سواء بزياده او بالنقصان بيؤدي الى حدوث اضطرابات نوم. لو حبينا كده نقسمها، قلنا نقصان هرمون الغده الدرقيه بنلاقي المريض بيبقى مجهد، كسلان، تعبان، بيزيد في الوزن، وبينام عدد ساعات أكتر من المعتاد. وأحيانا كمان بيجي لهم اضطرابات في التركيز والذاكرة وما إلى ذلك. طب أستاذ نحن بس في تليفون، وأصل موضوع الغدة الدرقية ده بقى منتشر قوي الفترة خاصة دي، خاصة السيدات. بس نشوف سؤال. مريم صباح الفل. صباح الفل عليكي. أهلا بحضرتك، تفضلي. أهلا بحضرتك. معي بنت بس 20 سنة تحت الجامعة، بتنام على طول. بس وزنها ضعيف جدا، ما عندهاش مجهود. طب انت تاكل تقول لك انا تعبت. عملت لها تحاليل؟ شفتي مثلا كان عندها انيميا، عندها مشاكل صحيه؟ انيميا وارتفعت شويه، والغده بقى كان عندها خمول في الثلاث غدد، بس واحده دلوقتي هي اللي خمول. يعني في مشكله في الغده وعندها انيميا. طيب عنينا. حاضر يا ماري، شكرا ليك يا ماري. بتعاني من الغدة وأنيميا وبتحس بالإرهاق لأقل مجهود تعمله، حتى لو قعدت تاكل تتعب. طيب احنا طبعا في الحالات اللي زي كده طبعا احنا لازم بننظر المريض وبناخد تاريخ مرضي وبنكشف على المريض وبنشوف ايه الأسباب العضوية. لما بيكون في اسباب عضويه بعد طبعا ما بنشوف التحاليل، احيانا المريض ده بيتحسن جدا لما بنعمل ريبليسمنت لهرمون الغده الدرقيه اللي حصل فيه نقصان. فدي يمكن بتبقى اول حاجه. يعني هي ليها علاج الغده يا دكتور؟ طبعا. يعني بس عشان موضوع الغده ده الستات كتير او ناس كتير قوي بتعاني منه، بيسبب لها طبعا موضوع النوم المتلخبط او بتنام كتير، زياده في الوزن، وبنحس انه لا ده مالوش علاج، صعب كل حاجه نقولها عشان عندي غده. لا، المساله منتهى البساطه، ان لما بيحصل نقص في افراز هرمون الغده الدرقيه بيتم تعويض هذا الهرمون الناقص باستخدام الهرمون من بره، وبنعمل تحاليل دوريه علشان نتاكد انه مستوى الهرمون في الجسم رجع للنورمال بتاعه، ويكاد يكون المريض كانه طبيعي تماما. يبقى قله النوم او لخبطه النوم عندها الحل بتاعها انها تبتدي تعالج الانيميا والغده. الاسباب التي ادت العضويه التي قد تكون سبب مباشر في حدوث اضطرابات النوم. طبعا عايز برضو اسال حضرتك على في مساله ما يتعلق بجوده النوم وكده، فترة يعني بلاش بعيدا عن الجودة دلوقتي، حتى المدة المراهقين بيناموا كتير قوي، ده ليه علاقة بإيه؟ يعني ليه المراهق ينام وقت كتير جدا والواد عايز ينام للساعة 12 واحدة الظهر، وبتحصل مشاكل في البيت وخناقات بسبب أن المراهق أو المراهقة عايزين يناموا فترات طويلة؟ طيب هو الملاحظ في سن المراهقة أن بيحصل مش زيادة في عدد ساعات النوم بقدر ما هو اضطراب في معاد النوم.
اضطراب في معدل اكتر النوم. حاجه بنشوفها في السن ده عايز يسهر. بنلاقي ان هو بالظبط بنلاقي ان هو عنده استعداد، والاستعداد ده له اساس فسيولوجي، ان هو بيبقى عنده استعداد اكتر ان هو ينام متاخر جدا ويصحى متاخر جدا. فالاهل في البيت بيلاحظوا انه البنت او الولد طول النهار نايم، لكن اكتشوال هو ما بيبقاش طول النهار نايم، هو بيبقى طول الليل صاحي. بنضيف الى ذلك بقى العوايد والسلوكيات الخاطئه اللي موجوده دلوقتي عند كل المراهقين، من استخدام بقى السمارت فونز والتابلتس والميديا والكلام ده. الحاجات دي قبل النوم غلط، تطير النوم من عينينا. يعني اقول ايه، انا هقلب في الموبايل شويه لغايه ما يجي لي نوم. يعني انا بحس او بعتقد ان الحاجات دي ممكن تخليني انام من كتر التقليب. ده صح ولا العكس اللي بيحصل؟ لا، العكس هو اللي صح، لانه العكس. استخدام ال سمارت فونز او التابلتس او كده قبل النوم بيضر بجوده النوم، ويعني لاسباب عديده. اولا ان هو كتير قوي من الكونتنت اللي موجود على الميديا والموجود في يعني مواد بتنبه الانسان وتخليه يعني يتفاعل معاها بالذات الجيمز اللي بيلعبوها وكده. الحاجه الثانيه انه الاجهزه دي كلها بتطلع نوع من انواع اللايت، البلو لايت، وده بشكل يعني مثبت علميا بيصحي الجهاز العصبي. طب عباره نوم خفيف، انا بصحي ال في تليفون ستيفن ناخده وبعدين نكمل. يا استاذ ستيفن، اهلا صحيح. اهلا بيك، صباح الفل. اتفضل سؤالك. اتفضل سؤالك. الدكتوره معايا؟ الدكتوره سامعاك. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. انا حاطط ساعات بس سهران، بنام على الساعه 8 9 اصحى على الظهر وبعدين بنام ثاني. يعني بتنام كتير، تنام لغايه الساعه 7 8 وبعدين تنام تاني، صح كده؟ انا فاهم. يعني ممكن 7 8 مره عصر وبعدين انام اصحى الظهر، اصحى الساعه 5 اروح نايم ثاني. لا معلش يا ستيفن، قول لي بس انت بتنام الصبح ولا بالليل ولا ايه؟ يعني 7 8 أنا بس الصبح. بنام الصبح. بتنام الساعه 8 الصبح؟ مرة 8 مرة 10. تنام 10 الصبح، تصحى الساعة كام بقى؟ يعني على حسب، مرة 2 مرة 3 مرة 5. تمام، صحيت تعمل ايه بقى؟ بصحى بعدين يعني اتخدى كده وبعدين اروح نايم تاني. تصحى الساعة كام؟ يعني على حسب، مرة 8 مرة 9 مرة 10. تصحى بالليل بالليل وبعدين تقعد بقى لغاية الصبح. طب انت عندك طب يا ستيفن، ده دي حاجة انت بس بتبقى متضايق متوتر مكتئب بتشغل نفسك بموبايل، ولا في مشكلة صحية فكرت انك تدور تعمل ايه اللي بيخليك متنبه او حاجة؟ يعني هو انا بصراحة عندي مشكلة في رجلي وكسر مناني المطلع، هو ده بيخليني اسهر وكده. يعني حاجة نفسية، مشاكل حاجه نفسيه. طيب حاضر دكتور علياء، تجاوب عليك. شكرا ليك يا ستيف. طيب يعني هو الملاحظ حاجتين، اول حاجه ان هو في يعني عدم يعني لخبطه في مواعيد النوم والصحيان، فهو بينام كتير كمان، لخبطه وبينام كتير. الحاجه الثانيه ان هو في خمول زائد او نعاس زائد او نوم زائد اثناء النهار. طبعا احنا من خلال الشكوى بتاعه المريض ما نقدرش نقول احنا عندنا ايه، احنا نقدر نعرف احنا عندنا ايه. يحتمل انه يكون في اسباب ورا ده، أسباب متعددة زي ما قلت لحضرتك، نفسية سلوكية عضوية. ما نقدرش نقول إيه السبب إن هو بينام أكتر من اللازم أو عنده نعاس زايد أكتر من اللازم. يا دكتورة هو بينام في أوقات غلط، يعني بينام في أوقات غلط الصبح. وكمان يعني دلوقتي الساعة داخلة على 11 هو كده سهران عشان يكلم حضرتك في التليفون، هينام تاني كمان شوية، هينام تاني دلوقتي، يصحى الساعة مش عارف 4 وبعدين يتغدى وينام 7 8 بالليل، تاني عشان يصحى الساعة 10 بالليل يقعد ل 10 تاني يوم. طيب برضو اجمالي عدد ساعات النوم اكتر من الطبيعي، وهو بيشتكي مش بس من المواعيد ده، بيشتكي من ان هو كمان بيصحى ومش قادر يعني وعاوز ينام تاني. فطبعا احنا ما نقدرش نحكم من مجرد حضرتك توجهيه في الحاله إيه؟ في الحاله اللي زي كده احنا بنشوف المريض وبناخد منه تاريخ مرضي كامل وبنفحصه، نطلب بعض التحاليل، واحيانا بنحتاج نعمل دراسه نوم كمان، لان في اسباب زي مثلا توقف تنفس الانسدادي اثناء النوم بتخلي المريض ما ينامش كويس، ما يدخلش في نوم عميق،
فاثناء النهار يبقى مجهد. مصر في اماكن ممكن نعمل فيها التست ده او انه ينام ونشوف الاسباب بتاعته. ايوه موجوده بس. وموجوده كمان في المستشفيات اللي هي الجامعيه موجود، معامل النوم دي موجوده في مستشفى في جامعه القاهره اكتر من معمل، يروح يبات ليله ويعمل الدراسه أجهزة. ونشوف هل النوم بتاعه سوي، هل بيدخل في المراحل اللي المفروض يدخل فيها، هل التنفس بتاعه طبيعي ولا في مشكله في اللي هي بتسمى توقف التنفس الانسدادي اثناء النوم، لان ده من الاسباب اللي بقت دلوقتي شائعه جدا نتيجه زياده الوزن لدي الكثير من الرجال، فاصبحت دي مشكله. طبعا. طيب انا برضو حابب اسال حضرتك على عدد ساعات النوم، هل بتقسم على اساس العمر ولا بتقسم ازاي؟ طبعا عدد ساعات النوم مرتبطه بشكل كبير جدا بعمر الانسان. الطفل المولود زي ما احنا عارفين بينام ممكن ينام لغايه 20 ساعه في ال 24 ساعه، وبعد كده بتبدا بالتدريج عدد ساعات النوم يقل مع التقدم في العمر، تمام، الى ان يوصل للعدد اللي هو زي ما قلنا كبار السن ليه النوم بتاعهم متقطع جدا ومش مظبوط. طيب كبار النوم في تغيرات فيسيولوجيه، كبار السن في تغيرات فسيولوجيه بتحصل في عندهم بتغير من المراحل بتاعه النوم ومن مواعيد النوم. اول حاجه بنلاقي ان عندهم استعداد كبير ان هم يصحوا بدري جدا ويناموا بدري جدا، ونلاقي ان دي حاجه احيانا بتضايقهم لان بيكون مواعيدهم مش متناسبه مع مواعيد بقيه افراد الاسره. الحاجه الثانيه الملاحظه برضو لها اسباب يعني فسيولوجيه، بنلاقي ان نسبه النوم العميق عندهم اقل من الطبيعي، وبنلاقي نومهم عرضه اكتر لان هو يبقى متقطع. وفي اسباب عضويه لكده، انه كبار السن بيبقى عندهم مشاكل صحيه، بيبقى عندهم اوجاع، بيبقى عندهم احيانا مثلا بروستاتا فبيحتاج يدخل الحمام اكتر من مره اثناء النوم. كل ده بيخلي نومه متقطع فبيبقى مش مرتاح يعني، فبيصحى اوقات مش مستفيد قوي او مش راضي عن النوم، ما دخلش في مراحل. الحاجه الثانيه ان هرمون الميلاتونين اللي هو مسؤول عن النوم بيقل افرازه مع التقدم في السن، فده سبب ثاني بيخليه كده ما بيناموش بانتظام. الوقت خلاص، لكن ناخد سؤال مريم سريعا عشان نجاوب عليها. مريم صباح الفل. صباح الخير يا مدام. صباح الفل، اهلا بيك، اتفضلي سؤالك. انا ما حد عامل معاكم داخله بس ساعتين التليفون مشغول على طول. معلش ناس كتير بتحاول تتكلم. استحملينا مدام مريم، سؤالك بقى سريعا عشان هيك. طب ماشي يا حاج، بص انا معايا ابني ياما لما يروح الحضانه. ايوه. يبقى لما ينام مع الساعه 11 بالليل كده واجي الصبح اصحيه بالعافيه، يبقى منكد ومتضايق وعايز ينام تاني. بس يبقى ما يبقى جاي منكد يعني مش عارف من 11 لغايه ما بيصحى الصبح في ميعاد الحضانه بيقوم كده في نص الليل ولا حاجه، يقلق يحصل اي حاجه ولا بينام ينام؟ ايوه بيقومش. اسمعيني من التليفون يا مريم. عينينا يا مدام مريم، عينينا يا مريم، عينينا بس عشان الوقت، عينينا مفهوم السؤال. طفل يعني بينام الساعه 11 فمثلا بتصحيه 7 الصبح، فالولد بيقوم متضايق. اربع سنين يا دكتور. ما هو الطفل اربع سنين ده بيحتاج عدد ساعات يعني من 11 ل 7، يبقى احنا بنتكلم في كام ساعه؟ بنتكلم في انه ممكن يكون احتياج الطفل اكتر من كده في السن ده. بتنامه مثلا 8 ساعات وهو محتاج ينام 10 ولا 12 ساعه في الوقت ده. الاطفال في سن اربع سنين بيحتاجوا مثلا، هو الولد غصب عنه متاخر على المرحله العمريه بتاعته، ده شيء بدري شويه. الحل ان هو يعني نحاول نزق معاه ان هو ينام الساعه 9 بالليل، او لو بقى يعني هياخد ناب، يعني احنا بنسمح بالناب في الاطفال لغايه مثلا ساعه القيلوله. ساعه القيلوله بنسمح لغايه 5 6 سنين، وبعد كده بقى بنمنع الناب دي على اساس انه نساعد الطفل على انه ياخد عدد كافي كويس. من لو نام الظهر مش الليل. بشكرك جدا دكتور علياء عادل استاذه الطب النفسي بكليه الطب جامعه القاهره واستشاري طب النوم، نورتينا جدا يا دكتوره. بشكرك. نورتينا دكتور، صباح الفل عليك. ميرسي، صباح الفل عليك. ميرسي خالص. وبنشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده. ان شاء الله يوم السبت حلقه جديده، صباح جديد، يومكم جميل.